صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح جميل ومشرق على حضراتكم. النهارده حلقه جديده مميزه من حلقات طعم البيوت، بنقدم لكم النهارده روشته لكل الشباب والجيل الجديد ازاي بالفعل يتم التعامل مع تحديات العصر وصعوبات الحياه اللي الحقيقه كلنا بنقابل فيها، ضغوطات وصعوبات بتقابلنا يوم بعد يوم، فازاي فعلا نتغلب على ده ويبقى عندنا طاقه وقوه للتحمل، ازاي في نفس التوقيت ان كل شاب بتقابله وقت فراغ ازاي ان هو فعلا يتغلب على ده وازاي يقدر يدير وقته بطريقه افضل. وقت الفراغ اللي الحقيقه بيصيب الكثير من الناس او بعض الناس بالسلوكيات الغير صحيحه وغير سويه. حلقتنا النهارده ضيوفنا اللي هيكونوا معانا ومشرفينا في حلقتنا دكتوره ماجده الصياد، استشاري اسري ومحاضر قوه الطاقه والعقل الباطن. معانا استاذ احمد حسن، هو من نماذج الشباب الواعده. خلونا نخرج فاصل نشوف اغنيه الصبح بدري ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. بصبح عليكم مرة تانية مشاهدي برنامج طعم البيوت، ما تنسوش تتواصلوا معانا على صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج طعم البيوت. أول تقرير هيكون معانا النهاردة في حلقتنا مؤتمر الخصوبة والصحة الإنجابية للمرأة، يلا بينا نتابع ونرجع نكمل تاني، خليكم معانا. بيناقش المؤتمر على مدى 4 جلسات متوازية لمدة يومين كل ما جاء من جديد في مجال الإخصاب الطبي المساعد وأطفال الأنابيب، وعلى الأخص أيضا كيفية الضمان والعمل على أن يكون هناك أمان للمرضى الذين يجرون مثل هذه العمليات باتخاذ الاحتياطات المختلفة مثل التقييم المناسب للجرعات التي تأخذها المريضة بالنسبة لإثارة التبويض، وأيضا عدد الأجنة التي تنقل إلى المريضة، كذلك أيضا ما هو دواعي إجراء عملية أطفال أنابيب، وأنه هناك طرق أخرى من العلاج مثل إعطاء العقاقير المختلفة أو إجراء العمليات الجراحية مثل المناظير سواء منظار بطن أو منظار رحم لعلاج بعض حالات العقم. مجال أطفال الأنابيب والحقن المجهري، وده من المجالات اللي بدأت الوقت تاخد وضع واضح جدا في المجتمع، على أساس أن معدلات العقم بدأت تزيد في المجتمعات، وبناء عليه الحاجة للحقن المجهري وأطفال الأنابيب أصبحت من الحاجات اللي موجودة. يمكن الجزء بس اللي بنتكلم عنه دائما إن هو ما زالت مكلفة، فياريت لو قدرنا خلال الفترة اللي جاية دي بالتعامل مع شركات الأدوية إن هي تبدأ تخفض أسعار الأدوية، المراكز لو تقدر تخفض تكلفة على المرضى، أو الدولة بإذن الله في موضوع التأمين الصحي اللي سيادة الرئيس بدأ يعرضه تشارك بجزء كمان في مساعدة المرضى الغير قادرين على أنهم يقوموا بالحقن المجهري. كل ما هو جديد في هذا المجال بيتم يعني تبادل الخبرات وتبادل المعلومات في مجال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، والتقدم المذهل في هذا المجال بكل أنواعه، سواء أدوية سواء نقل أجنة سواء طرق جديدة لتنشيط التبويض، اختيار برضو جنس الجنين، يعني كل ما هو جديد في هذا المجال بيتم المناقشة مناقشته، وطبعا الجينيريشن الجديدة بتستفيد من هذا الموضوع. مرحبا بكم من جديد، ودلوقتي جمعتكم مع فقرة فطارك عندنا اللي بنقدم لكم من خلالها وجبة الفطار وطبق الفطار بتحت عنوان فطارك عندنا، واللي بنقدمه دايما بأقل التكلفة وطريقة صحية لذيذة ومفيدة لحضراتكم. طبق الفطار اللي هيكون معانا النهاردة بنقدم طبق سلطة المايونيز، البطاطس بالمايونيز، عفوا سلطة البطاطس بالمايونيز، عشان انا نسيت الحقيقه، لانه سلطه تبقى خفيفه ولذيذه وجميله فخليتني انسى. طيب عايزين نقول المكونات والمقادير بتاعتنا بتاعت الطبق اللي هيكون معانا النهارده.
معانا مكعبات بطاطس مسلوقة، ومعانا في نفس الوقت مستردة ومايونيز، معانا ملح وفلفل وكمون والبهارات الحلوة التوابل بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. معانا فلفل أحمر، ومعانا كمان طماطم وخيار وجزر، فهيبقى طبق كده ايه كوكتيل ونفس الوقت بسيط وأقل تكلفة. نبتدي ألف هنا وشفا سلطة البطاطس بالمايونيز. نروح دلوقتي صباح الورد على حضراتكم مرة تانية وتالتة، برحب بكم من جديد. ودلوقتي هنبتدي مع حضراتكم نحضر الشاي لضيوفنا الكرام اللي هيكونوا معانا في حلقتنا النهاردة. زي ما نوهت في الانترو وقلت انه ضيوفنا الحقيقة هيتكلموا عن موضوع ذات أهمية قصوى بالنسبة للشباب وبالنسبة لكل جيل شاب واعد موجود في المجتمع. بنتكلم ازاي نتغلب على الطاقة السلبية في حياتنا، ازاي يكون عندنا قوة وإرادة وتحمل لأي مشكلة بتقابلنا. ده كله هنشوفه النهارده في حلقتنا مع الدكتورة ماجدة الصياد، استشاري أسري ومحاضر قوة الطاقة والعقل الباطن، وأيضا يكون معانا نموذج من الشباب الواعد في مصر الأستاذ أحمد حسن. يلا بينا دلوقتي نحضر لهم بقى الشاي ونبتدي نحضر مع بعض الشاي لضيوفنا. عايزة أنوه وأقول إنه الحقيقة الموضوع النهارده هيعالج أزمة نفسية موجودة عند الشباب. حالة الفراغ اللي بيقابلها الشباب المصري او اي شاب في اي مكان، ازاي ان هو يقدر يدير الوقت ويستغل الوقت الفراغ بتاعه ان هو يستفيد بيه في حاجات مهمه جدا ويتفيده في حياته اليوميه. مش عشان عندنا وقت فراغ يبقى خلاص نروح للطاقه السلبيه ونروح لاخطاء الحقيقه غير اراديه وغير حقيقيه، والاخطاء دي بتودينا لمشاكل كتيره جدا. فكل شاب عنده وقت فراغ يكون عنده فكر انه ازاي يدير وقت الفراغ، ازاي يستفيد منه، يحقق انجازات، يحقق طموحه، يتغلب على المشكله اللي عنده باي شكل. ده في حد ذاته هيديله قوه انه فعلا يستمر وينجح ويبقى عضو ناجح في المجتمع. بعد ما حضرنا الشاي لضيوفنا عايزه اقول ان احنا دلوقتي هنخرج تقرير بيتكلم عن التدخل النفسي مع مرضى التهاب الاعصاب تحت عنوان التصلب المتعدد. يلا بينا نتابع. المناقشات اللي تم استحداثها في الطب النفسي وكمان الطب السلوكي كان مواضيعها العنف في فترة البلوغ والمراهقة، ازاي هنتعامل مع الانحرافات النفسية والجنسية اللي موجودة عند أولادنا. في الحقيقة اتكلمنا كمان عن مظاهر السوشيال ميديا وما لها وما عليها في الأسرة المصرية. في الحقيقة كمان كان يمكن دلوقتي بيتم مناقشة مرض التصلب المتعدد الام اس، لأنه مرض مستحدث بيولوجي وفي الحقيقة بيتم تصنيفه على أنه عرض أعصاب أو التهاب في الأعصاب، لأن بنقول أنه الهجمات النفسية هي المؤدية ليه في المقام الأول. الدعم الأسري لمرضى التصلب المتعدد، إحنا بنتكلم على أن الدعم مش شرط يكون الأهل اللي تقدموا لمريض التصلب المتعدد، ولكن إحنا عايزين نقول أن مريض التصلب المتعدد زيه زي أي إنسان، هو بيعاني أو بيحارب مرض معين، لكن حياته زي ما هي، شخصيته زي ما هي. المواجدة أهم حاجة أن أنا أكون حاسس ومتفهم مشاعره، ما أقولش عليه أنه بيتدلع، ما أقولش عليه أنه بيفتعل، الأعراض مش موجودة. محتاجين لما نخرج من مؤتمر زي ده أو التوصية في بحث زي ده، محتاجين إن الدكاترة في كل مكان، مش معنى إنه دكتور يبقى عارف كل حاجة، في دكاترة مش عارفين يعني إيه MS وبالتالي بيشخصوا المرض غلط، وده بيعطل المريض في إن هو يتطور في حياته. أسلوب حياة لنا كلنا إن إحنا نتعامل مع أولادنا إن هم عقلهم أكبر من سنهم، مش دايما نفكر إن ازاي ابننا ما بيكبرش او سنه ما بيكبرش، لا احنا لازم نوعيهم وان حياتهم تبقى جميله ويبقى في رياضه. انا ما فيش حاجه بتعوقني، بنزل من بيتي وبروح وباجي، بروح تدريبي
وكنت اول بنت قاعدة على كرسي متحرك في منتخب مصر للكاراتيه. الحياة لو استسلمنا لها هيبقى كلها مليئة بالعجز ومليئة بالإعاقة، فياريت كل واحد نوصل لكل واحد رسالة ان ما يستسلمش لأي صعوبات في حياته، ما يتخلاش عن حلمه، يدور فين الهدف اللي هو عايزه ويوصل للتارجت اللي هو يعني عايز يوصل له. مهما كانت الصعوبات ايه هتوصل، مهما كان الوقت هتوصل، فما تستسلمش من بداية الطريقة. رجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنبدأ مع حضراتكم فقرة الحوار وموضوع حلقتنا اللي بتتكلم ازاي يكون عندنا نموذج من الشباب الواعد اللي يكون عنده قدرة وإرادة وتحدي لظروف الحياة الصعبة اللي بنقابلها، وكمان في نفس الوقت تحديات العصر. النهاردة يكون موضوع حلقتنا مميز للغاية، فيعني يسعدنا متابعة حضراتكم معنا النهاردة، شوفوا معنا وتابعونا ضيوفنا الكرام اللي هيكونوا منورين حلقتنا بيتكلموا عن التغلب على المشاكل والصعوبات. برحب بضيوف الكرام دكتورة ماجدة صياد استشاري أسري، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. معنا الأستاذ أحمد حسن، برحب بحضرتك. أهلا بك. بنقول النموذج الشباب اللي موجودين معنا في مجتمعنا الجيل الجديد، إزاي أنه هؤلاء الشباب يكون عندهم استطاعة وقدرة على أنه يغيروا الواقع بتاعهم للأفضل طبعا، وفي نفس التوقيت يحققوا إنجازات، ده بيتم إزاي يا دكتور؟ الأول إحنا بنصبح على كل أسرة مصرية وعلى كل الشباب المصري اللي أثبت بكل المقاييس أنه فعلا جاهز للتحدي. مش هننكر أن الفترة اللي إحنا بنمر بيها فترة صعبة جدا على أغلب الشباب، لأن إحنا لازم نقول الحقيقة عشان نقدر نواجهها. بس إزاي نقدر نتخطى الفترة الصعبة دي؟ يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت أحيانا حاجة سيئة أو مصيبة تكون نذير. النذير اللي كان في الفترة اللي فاتت إن كتير أو مجموعة من الشباب قابلهم بعض التحديات ما قدروش يواجهوها، وسمعنا عن أكتر من حالة انتحار. إزاي إحنا نقدر نواجه ده؟ وإزاي نقول للشباب لازم تقي نفسك من إنك تقع في هذه المصيدة؟ لأن لو أنت عندك حلم، لو أنت عندك هدف، لو عندك نقطة نور تمشي وتهتدي عليها، كل صعاب اللي هتقابلك في حياتك هيبقى سهل جداً إنك تتعامل معها وإنك تواجهها بسهولة جداً، وإنك تتعامل مع أي موقف هيواجهك. من أصعب الحاجات اللي بتقابل الشباب هو الفراغ. ولما بنقول كلمة فراغ الناس بتعتقد إن هو فراغ وقت فقط، لا، الفراغ ليه أشكال كتيرة جدا متعددة. كل شكل منهم بيواجهوا الشباب بياخدهم لإحباط، لحالة من اليأس، ويوصلهم أحيانا لدرجة الاكتئاب. الحقيقة فعلا. زي إيه؟ إحنا عندنا اللي نعرفه كلنا الفراغ الوقتي. اي حد يا دكتور، عفوا من المقاطعه، انه لو يسمع كلمه فراغ، لا ده هو عنده وقت فاضي، مش يعني ما عندوش حاجه تشغله، ما فيش مثلا شغل، ما فيش دراسه، فالناس معتاده او معتقده ان الفراغ هو الوقت بس. فحضرتك قلت في اشكال كتيره للفراغ، زي ايه يا دكتور؟ عندنا حاجه اهم من الفراغ الوقتي، وهي الفراغ العاطفي، الدفء اللي داخل الاسره المصريه. أنا مش شبعان من الحنان والحب داخل أسرتي، مش قادر أتمالك شخصيتي وأتوازن، لأن أنا عندي حالة من الفراغ العاطفي، مش عارف أحب، مش عارف أتحب، مش عارف أحس بده جوه بيتي. الفراغ العاطفي ده قاتل أكتر من الفراغ الوقتي. بالفعل أعتقد كلنا عندنا المشكلة دي. أكيد. لأن إحنا دلوقتي كتير مننا بيواجه المشاكل الاقتصادية بالوقت، فالأب مشغول، الأم مشغولة، الشباب حتى نفسهم في سن صغير مشغولين، فبدأ يتولد عندنا حالة من الجفاف في المشاعر.
دي كارثه. اذا ما كنتش انا داخل اسرتي استمتع بكل طاقه الحب والحنان داخل اسرتي، فهيبقى عندي فراغ داخلي عايز اشبعه باي شيء، فممكن ياخدني لطريق خاطئ جدا، وهو اشباع الفراغ بفراغ قاتل اكتر منه. فابتدي اخرج مع اصحاب اصدقاء سوء، فابتدي اسهر سهرات سيئه جدا، فابتدي اروح لافكار سيئه جدا فعلا. ده لانه مش لاقي حد يحتويه، ده شغل الفراغ بالفراغ الأسوأ. لان في النهايه انا مش بيعود عليا نتيجه قيمه، او مش بيعود عليا شيء جميل اخرج بيه، بخرج من فراغ لفراغ. اعتقد ان اكتر حد اتكلم عن وقت الفراغ واداره الوقت كان قداسة البابا شنوده. عنده مؤلفات كتيره جدا جدا في اداره الوقت، بيقول ان ممكن تشغل فراغك بفراغ اكبر منه قاتل اكتر منه، وهو انك تشغل نفسك بشيء ياخدك لطريق سيء جدا. ده نتيجة ايه؟ الحقيقة دي مشكلة دلوقتي بتواجه شباب كتير يا دكتورة، فعايزين نقدم لها روشتة علاجية ونقدم لها الحل من حضرتك. احنا هنقدم لكل نوع من انواع الفراغ روشتة سريعة جدا. يعني الفراغ العاطفي بسيط جدا، انك تقوم الصبح تحتوي ابنائك، تسألهم عن حياتهم، عملوا ايه، اخبارهم ايه، وصلوا لحد فين، مين اصدقائهم، تصبح عليهم صباح جميل زي اللي احنا بنعمله دلوقتي في طعم البيوت، وبنطلق اشراقة صباح جميلة جدا وتفاؤل من خلال طعم البيوت. ابدأ يومك مع اولادك بالحب والحنان، كده هتقتل الفراغ العاطفي. خدهم لزيارة اسرتك الكبيرة، وكده هتقتل الفراغ الاجتماعي. صحيح. وده نوع من انواع الفراغ القاتل برضو. الفراغ الاجتماعي، ما بقيناش نحب بعض ونسال على بعض، وما بقاش خالي وعمي وعمتي وخالتي وابني خالي وجاري وجارتي، ما بقتش العلاقات اللي بيننا وبين بعض تربطنا زي زمان، وهو ده اللي خلق حاله من الفراغ بتشكل خطوره جدا على المجتمع. علم ابنك ازاي يسال على عمه او خاله، أو يروح يسلم على جدته، أو يعمل أي واجب اجتماعي، يروح يسأل على مريض. أنت مش بس بتقتله وقت فراغ، أنت بتنمي شخصيته وبتخلق حالة من القوة يقدر يتعامل بها مع تحديات العصر. بالإضافة للفراغ الوقتي اللي عنده، أنت كده بتبقى قتلت جزء كبير جدا من الفراغ الوقتي طبعا. لكن أنا هرجع معاكي تاني للفراغ الوقتي بشكل أوضح، هنتناوله ونشرح كتير. لكن خلينا نروح للأستاذ أحمد حسن، وأعتقد ده نموذج من الشباب اللي عندها إصرار وتحدي. هيكون نموذج فعلا النهاردة بيوضح قد إيه أن العامل الوقت مهم، وقد إيه أن الحياة حلوة، وقد إيه أنه قادر يغير الواقع المؤلم والصعب لو قبله لا قدر الله صعوبات وحاجة مؤلمة في حياته. أستاذ أحمد برحب بك مرة تانية. أهلا بيك. عامل الوقت في حياتنا مهم جدا. أنت كشاب إزاي بتقدر في حياتك، سواء الشخصية سواء العملية سواء الدراسية، انك تتغلب على اي صعوبة تقابلك؟ ازاي بتحاول تغير الواقع المظلم الى واقع منور وجميل ومشرق وكله بهجة، وانه في امل سعيد هيكون معك؟ خليني احكي لك قصة كده بسيطة. بعد ما اتخرجت على طول حصل لي زي تعب كده خلاني او بقيت مجبر ان انا قاعد في البيت فترة. تمام. بعد ما اتخرجت كنت انا بتدرب في شركة مالتي ناشونال، جالي اوفر منها. ما قدرتش اروح الاوفر ده وما قدرتش اقبل الاوفر ده، لان انا عندي وعك او عندي حاجه صحيه تمنعني ان انا اتحرك وانا انزل مهندس، انا اصلا هندسه ان انا انزل مواقع والكلام ده. فكنت قاعد في البيت، الدنيا فاضيه خالص، ما فيش اي حاجه ممكن اعملها غير الانترنت. حياه ملل، وكمان في كورتيزون فجسمي بدا يزيد. فهي بقى في جزء نفسي وفي جزء عضوي. فانا والانترنت بس. تمام. فانا كان قدامي كذا اوبشن، اللي هو انت تقدر تدخل ترفع نفسك، تلعب جيمز ايا كان. فانا قلت طبعا عايز اشتغل، يعني انا قاعد في البيت ما بعملش اي حاجه. تمام. فبدات ادخل على المواقع اللي ليها علاقه بالشغل اللي هو العمل الحر. سواء عربي او اجنبي. قعدت حوالي سنه ونص في الفتره دي، سنه ونص كان فتره التعب. مع الوقت بدا بيجي لي شغل كتير، بيجي لي عملاء كتير، محتاج حد يشتغل معايا، فبدات اشغل ناس معايا من البيت برضو. انا في البيت انا مش هقدر اعمل المكتب وانزل المكتب. الله على القوه، بدايه القوه بدات دلوقتي. بعد كده بعد ما بدات خلاص اقدر اتحرك تاني واقدر انزل، لقيت ان بقى في عملاء، بقى في شغل، وبقى في تيم.
فبقى محتاجين الفريق دوت يتجمع في مكان، فروحنا مؤسسين الشركه ورحت واخد المكان وعامل السجل والبطاقه الضريبيه وبدانا نشتغل بيها. فهي كانت فتره الفراغ دي لو ما كانتش موجوده كنت ابقى مهندس مثلا في شركه ما، انا ما بحبش الروتين قوي تمام، بس انا الاغراء اللي هو مرتب عالي في وقت معين، برستيج بشكل معين ان انت مهندس في الشركه الفلانيه، كان هيخليني ان انا اروح في السكه دي، والسكه دي اللي بيروح فيها غالبا بيقعد 5-6 سنين على ما يفكر ان هو يعمل حاجه خاصه بيه. فانا بالنسبه لي الفراغ اللي كان بالنسبه لي ساعتها صدمه كبيره، بالنسبه لي مشكله كبيره، انا خلاص انا حياتي واقفه ومش عارف واقفه قد ايه. يعني دلوقتي عارف انها كانت سنه ونص، بس انا ساعتها انا الله اعلم تبقى سنه سنتين ثلاثه، انت مش عارف هتوصل لفين بالظبط تمام. فدي بالنسبه لي من احسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي، الجزء اللي هو بتاع الفراغ اللي اتكون، بس هو الاحسن منه ان هو ازاي ربنا سبحانه وتعالى هداني ان انا اتعامل مع الفراغ ده بشكل يحول حياتي 180 درجه. قدرت تستثمر الوقت، هو وقت فراغ بالزبط. وكان فيه كمان في نفس التوقيت ظروف صحيه، لكن هو عنده الاراده، وزي ما هو قال الحقيقه اشاد بانه ربنا سبحانه وتعالى هداه. فقد ايه شايفين المقوله اللي بتخلينا فعلا نعرف قد ايه ربنا رحيم بينا، وقد ايه طول ما انت جواك خير ربنا هيديك الخير بالزبط. وده اكيد اللي كان في معتقداتك انت وقتها كنت عايز خير بالظبط مش كده، وزعلان انه حصل لك الوعكه دي وتاخرت انك تروح تتعاقد مع الشركه. شوف قد ايه ان انت لما فكرت صح بقيت يعني حاجه احسن من اللي انت كنت عايزها. الحمد لله الحمد لله. طيب نروح لدكتور ماجده صياد، وكنا بنسالها وبنقول الروشته بقى للمشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا كلنا، الفراغ العاطفي، فراغ الوقت، الصعوبات اللي بتقابلنا في حياتنا واحنا مش قادرين نتحملها، بيوصل بينا الحال ان احنا ندخل في حاله اكتئاب، لانه الاكتئاب ده الحقيقه والحاله النفسيه الصعبه اللي اي انسان بيدخلها اعتقد بتوديه لطريق صعب جدا. تعالي افكرك بحاجه كنا بنعملها زمان، اول ما نسلم على طفل صغير انت اسمك ايه حبيبي، فيقول اسمي فلان، انت عايز تطلع ايه؟ صحيح فاكره السؤال ده؟ طبعا كنا موجود على فكره مش كتير. ليه؟ كان كل طفل اسرته بتنمي فيه موهبه معينه، شايفه اتجاهه رايح فين، هو بيحب ايه، وبالتالي هي بتنمي الجزئيه دي. فالطفل اللي بيقول لك انا عايز اطلع ضابط، تلاقي باباه بيلبسه بدله ضابط بيصوره بيها، بيخلي عنده صوره ذهنيه هو في المستقبل هيوصل لايه. انا عايز ابقى دكتور، باباه بيبقى مهتم بالجزئيه دي او مامته. موهبته الموسيقى بيهتم بالجزئيه دي. يعني ايه تنمي طفلك على انه شايف صورته في المستقبل عامله ازاي؟ الناس بتستهين بالسؤال ده. السؤال ده يا جماعة بيخلق صورة ذهنية في عقل الطفل من وهو صغير هو هيكون ايه وهو كبير، ايه اللي بيوصل الشاب لحالة الإحباط او البنت لحالة الإحباط. صحيح. ما نمتش جواها هي بكرة هتكون ايه، وبالتالي بكرة مبهم بالنسبة لها. اول ما بتقابلهم عقبة او الدنيا بتواجههم بمشكلة بيحسوا ان خلاص الدنيا ضلمت، تمام، ما عندهمش بكرة، ما عندهمش نور هم ماشيين عليه. انا عايزه كل اب وام، كل اسره، نمي في طفلك من الصغر صورته في المستقبل هتبقى ازاي، خليه عيشها، خليه يحلم بيها طعم النجاح. لو ما كانتش صورته وهو كبير بترسم بكره قدامه، فانت بتعمل له حاله من الضياع، هو مش عارف رايح فين. في حد مننا في يوم من الايام خرج يركب مواصله وقال لي السواق، اول ما ساله انت رايح فين قال له مش عارف. طب هوديك فين، انت اللي بتوجهني بالظبط اوديك فين. وبالتالي اي انسان بيوجه الدنيا تمشي معاه في انهي اتجاه. فاللي بتقابله عقبه وبتحول حياته لدرجه عاليه جدا من الاحباط والاكتئاب، فين بكره بتاعك؟ اصل احنا يا دكتوره بتواجهنا مصاعب كتير جدا، اصل احنا عندنا مشاكل، اصل انت شايفه الدنيا، اصل انت شايفه فرص العمل قليله. انت عايز تكون ايه هتكون؟ لان في قاعده علميه بتقول كده، يصل الانسان حيثما يرى نفسه. انت شايف نفسك فين؟ انت كل اللي مركز عليه في الوقت الحالي هو الصعاب، هو السلبيات، هو المشاكل. ما ركزتش على الايجابيات، ما ركزتش على حلمك. تمام. ما خليتش حلمك ينور لك بكره. الله، ما خليتش حلمك ينور لك بكره. ما ركزتش على الايجابيات. استاذ احمد، احنا ناخد من كلام الدكتور حيل انه كلام حكم فعلا وكلام مهم جدا.
انت بقى كأحمد دايما بتشتغل على ايجابياتك، دايما بتركز على انك بكره هيكون افضل، عندك مجموعه من الشباب حواليك بتحاول تدعمها كصحابك، بتديهم باور، بتديهم طاقه، بتديهم امل في بكره، ان بكره حلو، ان بكره جاي. في الحاله دي بتعمل ازاي مع زمايلك ومع اصحابك ومع المجتمع بشكل عام؟ والله هو انا من البدايه خالص يعني من وانا سني تقريبا 11 12 سنه انا عايز اكون بيزنس مان، تمام؟ ان شاء الله. فوالدي الله يرحمه يعني برضه دي جزء من الاسره، ان هو كان هو شايف الحته دي، فهو بيحاول طول الوقت طب انت هتحب تعمل مشروع ايه كذا كذا. لجايه وانا 13 سنه اداني 30,000 قال لي دي ميزانيه مشروع، اعمل مشروع. طب كويس. وعملته سنتين الحمد لله، فشل ذريع، وبدات ادخل بعد كده في مرحله ضاعوا كلهم الحمد لله، واقتنعت ان انا بزنس مان بس لسه قدامي شويه. بعد كده مع دخول الكليه لقيت في مجتمع، انا هندسه عين شمس، وبصراحه هندسه عين شمس من الاماكن الحلوه جدا اللي انت تلاقي فيها شباب بيدعموا بعض وبيشوفوا الايجابيات، بغض النظر ان الهندسه يعني ايه شد علينا شويه بس احنا بنحاول نشوف الايجابيات. فعملنا نشاط طلابي في الكليه، ودخلت تقريبا كل الانشطه الطلابيه اللي موجوده في هندسه عين شمس في الوقت ده، وعملت نشاط طلابي معاهم، وبدي حاجات ليها علاقه بالتسويق وليها علاقه بالبرمجه في مجالي، بس بنحاول ان احنا نديها بشكل هو انت مهما كان مجالك اللي انت شغال فيه، لو انت حابب حاجه هتقدر توصل لها. طيب انا حابب التسويق ومش عارف ابدا منين ومش معايا فلوس ان انا اروح اخد كورس، طب انت تقدر من خلال الانترنت، نرجع تاني للجزئيه بتاعت الانترنت، ان انت عندك قوه كبيره جدا تقدر من خلالها تستغل الامكانيات اللي هي الانترنت والوقت الفاضي اللي عندك، ان انت تتعلم حاجات وتوصل لمراحل فعليا انت ما كنتش متخيل انها تبقى توصل لها. بس اهم حاجه في الاول ان انت يكون عندك الرؤيه ويكون عندك الحلم، ان انا عارف ان انا هقدر اوصل واكون في المكان ده ان شاء الله في المستقبل. يعني اذا الرؤيه رقم واحد، الخطه والاستراتيجيه اللي انت هترسمها لنفسك اكيد برضو لها عامل اساسي في انك توصل لهدفك وحلمك واللي انت بتحلم بيه في حياتك، سواء كان في المستقبل او في الوقت الحالي. اذا بنقول انه ما فيش حاجه اسمها مستحيل، زي ما قال احمد انه في بدايه حياته كان والده بيساعده على انه يديله مبلغ، وبعدين هو ما حصلش انه حقق اللي هو عايزه، لكن ما يئس، هو مكمل ومستمر. طيب بخصوص بقى الموضوع ده، خلونا كده نخرج فاصل ونشوف رأي الشباب في كيفية التعامل مع الآخرين وسط ضغوط الحياة. يلا بينا نتابع. افتح نفسك للحياة، احفر اسمك جواها، صفي قلبك حسها ومغير شكلها، شوفها بكل الألوان، نور بضحكتك السما، مد إيدك روح لها، خلي كل يوم فيها أحلى. بتعامل مع الناس وسط ضغوط الحياة إن أنا مثلا بتجنب شوية، بحس ان انا ما يبقاش احتكاكي بيهم كثير، مثلا بحس اني اعمل مثلا معاهم اتعصب عليهم، اقول مثلا لفظ، اتعامل معاهم بطريقه اندم عليها بعد كده. فانا شايفه ان دي الطريقه الافضل، نهدى الاول وبعدين نفكر وبعدين ما نستعجلش في الرد عليهم عشان ما نبوظش الدنيا يعني، او نقول كلام ما يصحش في حقهم. ما بخلطش بين ضغوط حياتي ومعاملتي مع الناس، ما بخلطش بين ده وبين ده عشان ما ينفعش، انا لو كده يبقى معناه ان انا هخسر ناس كتير قوي وهخسر كل الناس اللي حواليا. بتعامل معهم انهم ما لهمش دعوه بالضغوط دي، الضغوط دي عليا انا لوحدي، فلازم ما اخليش اي حد سبب واتعامل معاه وحش، لا نتعامل معاه باسلوب حلو وكويس، يعني هم ما لهمش دعوه، دي حاجه ليك لوحدك، ولازم نخلص الحاجه دي من نفسنا الاول، الضغوط دي. لما يكون في ضغط او حاجه بتعامل مع الناس ان انا بحاول اتجنبهم، بحاول ان انا ابعد عن اي مشاكل علشان ما اعملش حاجه اندم عليها بعد كده. بكون خفيف ورقيق على قلوب الناس عشان انا عارف ان الظروف دلوقتي والمشاكل كتير، فبحاول ابقى برضو بسيط وطيب. مش بتعامل معاهم، انا ببعد بس، يعني ممكن اقعد مثلا مع نفسي في الاوضه يعني مع نفسي، لكن ما اكون مضغوط ما بتعاملش مع حد.
لما ببقى مضغوطة مش لازم حد يعرف ان انا مضغوطة، يعني مش عشان انا مضغوطة او عندي مشاكل سواء في البيت او في الشغل او في اي حاجة مش هخرج اضرب الناس او اتخانق مع الناس ان انا مضغوطة وان انتوا لازم تستحملوني، لازم تستحملوا العنف اللي انا فيه او الضغطة اللي انا فيها، ده مش اسلوب صح خالص. انا لازم اتعامل مع الموضوع بهدوء واتعامل باحترام اكتر، ان زي ما الناس مطلوب منها ان هي تحترمني فانا كمان مطلوب مني ان انا احترم غيري. كل واحد دلوقتي مش مقدر ان التاني مضغوط، فكل واحد انا مهم عندي ان انا اجي على التاني بس في نفس الوقت انا ما اتضغطش، يعني سواء مثلا في شغل سواء في دراسه سواء مثلا في الشارع واحنا ماشيين. تمام، الموضوع بيبقى يعني الناس مش بتريح بعض، او ما يعني ما فيش ان انا اتقبل الاخر. وقت ضغوطاتي او كده ممكن اتجنب الناس، واللي هو انا بعمل شغل اللي عليا وبعمل كل حاجه من مهمي وببدا اتجاهلهم يعني نظرا عشان ما تحصلش مشاكل، ودي يعني مش حاجه صح. لو انا مضطر ان انا اتعامل معاهم فلازم يبقى في حدود في التعامل معاهم، والتعصب مثلا او الضغوطات دي المفروض انا ابقى كاتمها جوايا ما اظهرهاش للناس عشان هم ما لهمش ذنب في كده. مرحبا بكم من جديد. حلقتنا النهاردة بنقول إنه عامل الوقت مهم جدا في حياتنا. إزاي تحقق هدفك؟ إزاي تحقق حلمك؟ وفي نفس الوقت ما تهدرش الوقت، ما تضيعش جزء ولا ثانية من وقتك. ده اللي كنا بنتكلم عليه قبل الفاصل، إنه لازم يكون عندك قوة وإرادة، عندك بروجرام واستراتيجية وخطة أنت رسمها في المستقبل أنت عايز تكون إيه، لأن بدون الخطة أنت أساسا مش هتكون. فلازم تكون راسم حلمك، راسم الطريق اللي أنت عايز تمشي عليه. طول ما انت بتحلم طول ما انت هتنجح. هتبطل حلم؟ لا، مش هيبقى فيه نجاح. فده اللي هنقول عليه دلوقتي مع دكتور مجد الصياد استشاري اسري. وكنا بنسال بنقول انه الحياه دلوقتي فيها عصر السرعه، في كل يوم جديد في حياتنا، ازاي ان كل شاب يحقق هدفه وفي نفس الوقت بطريقه ما تهدرش الوقت معاه، ما ضيعش كمان جزء ولا ثانيه من وقته. خلينا نتكلم عن الوقت. ايه هو وقت الفراغ؟ وقت الفراغ هو الوقت اللي بيضيع مني وفي النهاية مش بخرج بنتيجة إيجابية. يعني في أوقات كتيرة جدا أنا ببقى مشغولة بس شغل سلبي، زي حاجة بسيطة جدا كلنا بنمر بيها، سوشيال ميديا والإنترنت والفيسبوك والحاجات دي، ده شغل وقت فراغ بس شغل وقت فراغ سلبي. أنا ممكن أقعد ماسك الموبايل بتاعي أو قاعد قدام الكمبيوتر مثلا 5-6 ساعات 10 ساعات، احيانا الشباب بيقعدوا كده. في النهايه انا خرجت بايه؟ طب ما تحول ده لشغل وقت فراغ ايجابي. صحيح، انت كده كده اوكي معاك الموبايل وكده كده السوشيال ميديا واخده جزء كبير جدا من حياتنا. طيب، خلي عنصر الانتاج تخرج بيه في نهايه الوقت ده، لأن أنت عمرك كله عبارة عن مجموعة ساعات ودقايق. لو خلصت الدقيقة مش بترجع تاني. أي شيء في الدنيا ممكن يتعوض إلا الوقت، إلا العمر، إلا الزمن. صحيح، وبالتالي عنصر الوقت من أهم العناصر في الاستثمار أكتر من رأس المال. أنت عندك الوقت الكافي لإدارة مشروعك، إذن عنصر الوقت ده حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي انت هتستخدمها في مشروعك، اهم من رأس المال بتاعك. اعرف قيمة الوقت، اعرف ازاي تستخدم كل ثانية. انا يمكن نوهت في بداية كلامي ان كلنا لازم نقرأ كتب قداسة الأنبا شنودة في ادارة الوقت. ليه الراجل ده كان اسطورة في ادارة الوقت او انا تعلمت منه ادارة الوقت؟ اتصل بيه ولد وبيقول له ان انا فاضل على امتحاني 10 ايام وانا ما ذاكرتش اي حاجه،
ولو انا ما نجحتش السنه دي والدي ووالدتي هيواجهوا مشكله صحيه كبيره جدا لانهم مش هيقدروا يتحملوا فشلي. فتخيلي يرد عليه يقول له ايه، انت لسه عندك وقت طويل قوي. العشر ايام دي كل يوم فيهم 24 ساعه وكل ساعه 60 دقيقه وكل دقيقه 60 ثانيه. طبعا انت لسه عندك ثروه من الوقت تقدر تستثمرها وتستفيد بكل ثانية فيها علشان تقدر توصل للنجاح. إن أنا أعظم لك قيمة الوقت وإن أنا أخليك مدرك لقيمة الثانية، لأن حياة الإنسان ممكن تنتهي في ثانية. صحيح. خلي الثانية دي تبني عمرك، تبني مستقبلك، تبني حياتك، ولما تواجهك أي عقبة هيبقى عندك الثقافة في التعامل معاها. ما تخليش الفراغ الفكري، وانا بركز عليها جدا، فراغ الفكري. احنا واجهنا فراغ عاطفي، واجهنا فراغ مجتمعي، تمام، واجهنا فراغ وقتي، في بقى اللي بيدير كل دول هو الفراغ الفكري. لازم يكون عندك الثقافة الكافية لإدارة حياتك، إدارة وقتك، إدارة عمرك بمعنى أصح، علشان انت كده بتستثمر في حاجة صح. تمام. في النهاية هتبقى ايه؟ هتبقى شخصية متزنة ناجحة، وصلت لكل أهدافك. خلي عندك الموروث الفكري والثقافي ودور عليه وسعاله، لأن الوقت اللي بيضيع ما بيرجعش. أنت في إيدك الحاجة اللي تقدر توصل بيها للمعلومات اللي أنت عايزها. صحيح. استثمر ده صح. أهم حاجة فعلا استثمار الوقت، زي ما دكتور ماجدة قالت، إزاي فعلا تستفيد من وقتك على قد ما تقدر. الوقت والعمر يعني مش بسهولة، الساعة اللي بتعدي أو الدقيقة اللي بتعدي ما بنعرفش نرجعها تاني، فلازم تكون وقتك كله قد إيه هو مفيد في حياتك العملية، في حياتك الزوجية لو أنت متزوج، في حياتك مع أصحابك، في مجتمعك، إزاي تقدم لمجتمعك الحاجات اللي بتفيده وتاخد بيه للإنجاز والتقدم. طيب أستاذ أحمد حسن، مش مهندس أحمد حسن عشان هو مهندس الحقيقة، فما كنتش أعرف قبل الحلقة فعرفت في الفاصل، فبرحب بيك طبعا. أنا بجد عن نفسي فخورة بحضرتك جدا، برحب بيك مرة تانية يا باشمهندس. طيب بنقول لو تحدثنا عن وقت الفراغ وضياع الوقت بدون جدوى، كل واحد فينا ممكن يبقى عنده وقت كتير جدا، خلص دراسته، خلص المحاضرات، روح في البيت قعد، عنده وقت، إزاي إن هو لو ضيع الوقت بدون جدوى هل هيكون في تأثير على أداء ومستوى إنجاز الإنسان ده في حياته بشكل عام؟ تأكيد. يعني دايما من وانا لسه في الدراسة، سواء حتى في الدراسة المدرسية، كانوا يسألوني انت ليه بتاع، يعني كنت بحضر دكتور إبراهيم الفقي وكنت بحضر في التسويق، يعني كنت بعمل حاجات تانية جنب الدراسة حتى في ثانوية عامة، انا اساسا من الشرقية. تمام. فكنت بسافر عشان احضر يوم كامل لدكتور ابراهيم الفقي وارجع، فده بيضيع وقتك. يعني دايما حتى في البيت بيقولوا لي كده وزمايلي بيقولوا لي كده، بس انا عندي اقتناع معين ان دايما احنا مقتنعين ان انا لازم هعمل حاجه واحده في الوقت. انا بخلص المدرسه او بخلص الدرس او بخلص الجامعه وبعد كده بروح اقعد مع اصحابي على القهوه او بروح العب بلاي ستيشن. طب انا مش هلعب البلاي ستيشن وهاخد مثلا كورس اونلاين او ان انا هاخد محاضره. فانا عملت حاجتين في نفس الوقت بدل ما انا ضيعت الوقت. انا مش عشان انا بدرس في الجامعه، طالب في الجامعه او انا طالب في مدرسه، فانا لازم انا بس دي 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 المهمه بتاعتي الوحيده، او انا موظف في شركه فانا بس موظف في شركه وبس. طب ما هتلاقي نفسك في عندك وقت انت بتقتله، سواء بالسوشيال ميديا زي ما دكتور ماجده اتكلمت، سواء انت بتقعد على القهوه، سواء غيره. لازم ترفه عن نفسك ولازم تعمل كل الكلام ده، احنا مش الات، تمام، بس انت تقدر تعمل حاجه ثانيه جنب اللي انت بتعمله الاساسي. انا طالب في الجامعه بس انت تقدر تاخد كورس في التنميه البشريه او في اداره الوقت او كورس في التسويق او كورس في البرمجه، حاجه جانبيه جنب، او في هوايه كورس في الرسم، وده مش هياثر على الدرجات بتاعتك. ما انت وقت مذاكره لو انت هتذاكر صحيح هتلاقي وقت موجود. بالزبط. يعني فغالبا بيبقى دي حجه كمان اللي هو انا ايه، انا لسه بدرس في الجامعه فانا مركز في دراسه في الجامعه، وتلاقي ما بيذاكرش او يعني في وقت ما بيذاكرش اصلا. فلا تقريبا غالبيه الشباب بيكونوا كده، احنا كلنا ما كناش بنذاكر بالظبط يعني. بس بنعرف ندير وقت، ده في ناس بتعرف تدير وقتها كويس. طيب دكتور ماجده، يعني فضل على الحلقه وقت قليل جدا، عايزه بس كلمه من حضرتك لكل الشباب اللي بيتابعونا في حلقتنا في برنامج طعم البيوت، ولكل اسره مصريه ازاي تهتم بابنائها في اداره الوقت. عايزه اقول اولا احمد، من النماذج اللي انا بفتخر بها جدا ومن مجموعه كبيره جدا موجودين معايا من الشباب الناجح جدا، عايزه اقول لكل اسره كنزك الحقيقي هو ولادك.
الشباب هم فعلا اللي بيبنوا المستقبل. أرجوكم لكل أب وأم خلوا بالكم، الثروة دي لو ضاعت مننا بيضيع المستقبل كله. ركزوا في أنكم أنتوا تخلوا ابنكم أو بنتكم متزن من جوه، املوا الفراغ الداخلي. يا جماعة الحب والحنان ما بياخدش مننا وقت، ما بياخدش مننا مجهود، إحنا كمان بنستفيد بيه. أنا كأم لما باخد بنتي في حضني أنا بستفيد بالأمومة دي، أنا ببقى سعيدة بإن أنا بنتي جميلة وناجحة. ما سيبش أي حاجة تأثر على حاجة تانية، ما سيبش شغلي يأثر على بيتي، ما سيبش شغلي يأثر على علاقتي بولادي. صحيح. ما باعش حاجة قيمة جدا بحاجة بسيطة جدا. وبقول لأي شاب أي بنت أي ولد، خلي بالك حلمك هو النور اللي بينور لك بكرة، خلي عندك حلم وتمسك بيه وشوفه قوي وعيشه قوي ودوق طعمه قوي، علشان انت كده بتخلي عقلك يبعت ذبذبات للكون، الكون كمان يساعدك في انك تحقق حلمك. ويمكن كتير من الشباب ما كانوش متخيلين ده بعد ما درسوا قوة العقل الباطن او العملاق الداخلي اللي ساكن جواهم، قدروا يحققوا احلامهم بمنتهى السهولة وتغيرت حياتهم 180 درجة. مفيش مستحيل، مفيش حاجة صعبة، طول ما انت بتحب نفسك وبتحب اللي حواليك تأكد انك انت هتوصل لحلمك اللي انت هتحطه قدامك زي الضوء اللي هتمشي عليه. ودلوقتي مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا، بنشكر ضيوفنا الكرام اللي موجودين معانا النهارده، الدكتوره ماجده الصياد استشاري اسري، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا لك. بنشكر مهندس احمد حسن، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا الكرام في كل مكان بشكركم على حسن المتابعه، لكم مني ارق التحيات، غدا حلقه جديده وفريق عمل جديد، الى اللقاء.